الأمم المتحدة أصدروا إحصاء قسموا سكان العالم إلى 5 أقسام، قطعوا 5 قطاع. إذا قطعنا 100 5 قطاع يصير كل واحد 20، 25 100. لو حسبنا سكان العالم 100 شخص، ودخل هؤلاء السكان 100 ليرة، إذا حسبنا أن سكان العالم 100 شخص أو 100 مليون أو 100 مليار، لا حرج، المهم 100 شخص، ودخل هؤلاء 100 ليرة، كيف توزع 100 ليرة على 100 شخص سكان الأرض؟ حتى لو كنت ماهرا في الرسم كنت رسمت لكم مكبرا الخط البياني والصورة التي صوروا بها هذا الوضع، وهو أن 20% 20 شخص من هؤلاء 20 شخص من سكان الأرض الذين هم 5 العالم يأخذون 83 ليرة من 100 ليرة. شخصا من 100 يأخذون، أظن الشباب يستطيعون أن يتذكروا هذه الأرقام، يأخذون 83 ليرة، بقي بعد أن أخذت 83 ليرة من 100 كم بقي؟ 17. جيد، الخمس الأول من البشر أخذوا 83، لكن الخمس الأخير أخذوا مو ليرة ونص، ليرة و40 قرش فقط. 20 شخص حظهم من 100 ليرة و40 قرش. إذا أخذنا ليرة و40 قرش من 17 يبقى كام؟ 15 و60 قرش. 15 و60 قرش موزعين على 60% الباقين، 3 أخماس. هذا إحصائيات العالم.